بداية هذه الجولة محلية مشاهدين الكرام، وفيها تعادل سموحة مع مضيف المقاولون العرب بدون أهداف في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وبهذا التعادل رفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر. في البطولة ذاتها يستضيف الأهلي غدا فريق مصر المقاصة، بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على إنبي، ويلتقي غزل المحلة مع سيراميكا كيلوباترا. أعلن الأهلي عن إعارة ثنائي فريق الشباب بالنادي محمد مغربي ومحمد ياسر لنادي تلبسية تشيكي لمدة موسمين ونصف الموسم، وأوضح الأهلي أن الاتفاق يشمل أحقيته في استعادة الثنائي أو أحدهم في أي وقت خلال مدة الإعارة. انتهت جولتنا سريعا في عالم الساحرة المستديرة، نعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع رغدة وسحر.